الصمد. لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله، ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوء قدره الله. إذا كان الضعف قد بنى حولك سجنا ضيقا لا تستطيع الخروج منه، إذا حاصرتك الحاجات وتهمتك الخطوب والتفت من حولك الهموم وأخذت روحك في الهرب إلى المجهول، فأنت ساعتها بحاجة إلى أن تصمد إليه. اسم الله الصمد سيمدك بكل ما تحتاجه لتكون قويا في هذه الحياة وتجابه واقعك بشموخ وتتجاوز عقدك بعزيمة. ابدأ مع الصمد عهدا جديدا، ثم ثق أن الغد سيكون أفضل من اليوم وبكثير. الصمد هو من تصمد إليه الخلائق، أي تلجأ إليه، وهذا من أجل معاني هذا الاسم. الصمد هو المقصود في الرغائب، المستغاث به عند المصائب، المفزوع إليه وقت النوائب. جاء ذكره في سورة من أعظم سور المصحف ومن أقصرها، وهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم. قل هو الله أحد، الله الصمد. يحتاج المخلوق إلى نصر فيقول يا الله، يحتاج إلى عناية، إلى حفظ، إلى هداية، إلى لطف فيقول يا الله. أحاطك بالاحتياجات لتحيط نفسك بأسمائه وصفاته، وهذا معنى الصمدية. في كل لحظات حياتك أنت بحاجة إليه، فإن لم ترجع إليه اختيارا رجعت إليه اضطرارا. كلمة الله وحدها كفيلة بإسكات أكبر أكاذيب الحياة في عمق كل إنسان وداخل كل خلية وحول كل شريان. أشياء تعرف الله جيدا وتسجد له وتسبح. إن الكافر وهو كافر إذا سمع القرآن يخضع. تلك الأشياء في خلاياهم وشرايينهم تفجرت فيها طاقة إيمانية رهيبة، فجعلتهم يخرون للأذقان سجدا. خلق في نفوس عباده حاجة إلى حبه سبحانه. هناك نوع من الحب المقدس في قلوب العباد لا يشبعه إلا الانحناء له والطواف ببيته والوقوف بين يديه والقيام من النوم لأجله وبذل المهج في سبيله. الحياة بكل تجلياتها همس يقول لك، الذي تبحث عنه على عرشه يسمعك، الرحمن على العرش استوى. وصمودك إليه بقلبك تماما كصمود المصلي إلى الكعبة ليصلي إليها. هكذا يجب أن يكون القلب يوزع رغباته في كل الاتجاهات، لكن الاتجاه الأمامي يجب أن يكون لله فقط. ضع يمين قلبك ما شئت ويساره ما شئت، ولكن أمامه لا تضع إلا مرضاة الله ومراقبة وحب الله. إذا بحثت عن شيء فلم تجد، فتح وانشغل بالله، هو الذي جعل ذلك الشيء يضيع لتصمد إليه وتلتجئ لتقول اللهم رد علي ضالتي فيردها. يريدك أن تنشغل به عن حاجتك، ولكنك تنشغل بها وتنساه. يجب أن تعلم أنه لو لم يأذن للدواء أن يؤدي مفعوله في جسدك لم ارتفع عنك ذلك المرض، فاصمد إليه أن يشفيك. يجب أن توقن أنه لو لم يصرف تلك السيارة المتهورة عنك لكنت الآن في عداد الموتى، فاصمد إليه أن يحفظك. يجب أن تتأكد أنه لو لم يحدك برعايته عندما ركبت البحر لكنت الآن طعما لأسماك المحيط، فاصمد إليه أن يكون معك. ولهذا تصمد إليه لترتاح، ليهدأ ألهاتك، لأنك بدونه تركض وتلهث وتتوتر. أنصت إلى أولئك الذين تعبت بهم سفينة ويرون الموت وهو مقبل عليهم وتعصف بهم رياح التقلبات، سوف تسمعهم بجميع أديانهم يلهجون باسمه يا الله.
جعل في داخلك حاجة لأن تقول اسمه. هناك أمن يعم كيانك. إن قلت يا الله، فإذا لم تقلها اختيارا قلتها اضطرارا، وإن لم تذكرها إيمانا ذكرتها قهرا، وإذا لم تكن كلمتك في الرخاء كانت صرختك في الشدة. لماذا ننتظر جائحة تردنا إليه، ومصيبة تذكرنا باسمه، وكارثة نعود بها إلى المسجد؟ ألا يستحق أن نخضع ونلتجئ إليه دون جوائح وكوارث ومصائب؟ هل كل ما أعطانا إياه من حياة وصحة وإيمان وأمان وسعادة قليل حتى لا نمكس رؤوسنا إليه إلا ببلية تنسين كل أوهامنا، ولا يبقى في عقولنا معها إلا الله؟ عدل بوصلة قلبك باتجاهه، ثم سر إليه ولو حبوا على ركبتيك، ستصل. فأينما تول فثم وجه الله. إذا التجأت لفلان من الناس صباحا قد يغلق بابه دونك في المساء، أما الله فلا. إذا طلبت غيره قد لا يجيبك، أو قد يجيبك ولكن يتأخر في تلبية طلبك، أو يلبيه ولكن ناقصا، أو يلبيه كاملا لكن مع ملعقة إهانة. وقد لا يهينك ولكن نفسك تنكسر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. مادام أن هناك حاجة تستحق السؤال فليكن الله هو من تسأله. وهذا فحوى معنى الصمد. اجعل في قلبك الله، ثم قل أي شيء من مرضاته سيكون إلهي ورباني الصبغة. كل عارض يعرض إنما هو رسالة تقول لك: لديك رب فالتجئ إليه. المرض رسالة لتذل له، والفقر برقية لتسجد له، والضعف مكالمة تقول لك: استجلب القوة من القوي. الحياة كلها تصرخ في وجهك: لديك رب اصمد إليه. وفي حديث ابن عباس سالف الذكر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احفظه في نفسك وجوارحك وخطراتك، سيكون أمامك بحفظه ومعيته ونصرته. الصمد لا تهدأ قلوب خلقه حتى تضع زواداتها عند عتبة ملكه. اصمد إليه بقلبك وروحك وتفكيرك وجسدك وإرادتك وأحلامك وأوهامك. إذا أمسكت قلما فتساءل: هل يرضى سبحانه عما سأكتبه في هذه الورقة؟ إذا هممت بكلمة تقولها فتساءل: هل سأقول شيئا يرضيه؟ إذا وقفت موقفا تساءل: هل موقفي هذا محبوب عنده أم لا؟ اصنع منبها وعلقه في أعلى قلبك، دقاته تقول: ماذا يريد الله؟ ماذا يريد الله؟ اصمد إليه في كل حين. وإذا ما استيقظت في نصف الليل فتذكر. خيالاتك سوداء إذا لم تتذكره، عقلك خراب دون أن يمر اسمه على خطراتك، أحلامك مستنقعات، فإذا جاء ذكر الحي الذي لا يموت عليها صارت أنهارا وأشجارا وعصافير شادية. إذا علمت روحك الصمود إليه فإنها مع الزمن ستستحي أن تكثر من الطلبات الدنيوية، لأنها ليست الحيز الذي خلقك له، كل آمالك أخروية. اللحظة التي تصمد فيها إليه لأجل حاجتك هي نفسها اللحظة التي تصبح حاجتك ملك يمينك. لا عبور لأي رغبة إلا من طريق الله، ولا وجود لأي حاجة إلا في ساحة الله، لا إمكانية لحدوث شيء إلا بالله، فإنه وحده الذي لا حول في الوجود ولا قوة إلا به. لا يمكن لخلية أن تتحرك، ولا لذرة أن تكون، ولا لقطرة أن تتبخر، ولا لورقة شجر أن تسقط إلا بحوله وقوته. لا يستطيع العالم كله أن يمسك بسوء لم يرده الله، ولا يستطيع العالم كله أن يدفع عنك سوء قدره الله.
إذن فاجعل وجهك إليه والجئ ظهرك إليه وفوض أمرك إليه، فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اصمد قلوبنا إليك واجعلنا لنطلب غيرك ولا نسأل سواك ولا نستغيث بأحد من خلقك يا الله.